معصب انت اشي؟ لا مش معصب عادي. حسيت انه هيك في 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 عندك هيك ملكة الهداك. شو الهداك مش عارف، بس عندك الملكة هاي. شو اللون الخامس؟ طب شو يعني؟ يعني اجاوبك انا؟ تعطيني جايزة الجواب؟ ليش مستح من الكاميرا انت؟ ليش مستح من الكاميرا انت؟ كيف تعرف هاي المعلومة بتهرب يا زلمة؟ معصب انت اشي؟ لا مش معصب عادي. احنا مبسوطين بتركرم معكم اليوم. حياكم الله. ليش مستحي؟ هيك مستحي. من ايش مستحي؟ ليش اسمها تركرم؟ من اهل الكرم والجودة مش من كرم العنب يعني؟ من كرم العنب. ما هو حيرتني يا هيك ولا انت مش عارف. ضروري زي ما نادى عليك من اخر الشارع. سؤال، حسيت انه هيك في 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 عندك هيك ملكة الهداك. شو الهداك مش عارف، بس عندك الملكة هاي. عندك الملكة هاي ولا لا؟ خلاص راحت بطلت. خليتش انت. طب ممكن اسالك سؤال ولا بتخاف تهرب هلا؟ اسالني. خربانه بلاش تهرب هلا. علمنا الفلسطيني شو الوانه؟ الاسود والاحمر والاخضر والابيض. بالضبط. اسود احمر ابيض اخضر. ترتيبهم المثلث احمر مزبوط، الاخضر من فوق، الابيض بالنص، الاسود من تحت. اوكي، اخضر نص ابيض تحت اسود. متاكد؟ نعم. لا العكس يعني، اسود من فوق. أيوة. ابيض اسود ابيض اخضر احمر. ممتاز ممتاز ممتاز. انت تسير على الطريق الصحيح يا اخي. بايام ثوره البراك هم بلشوا يقترحوا اقتراحات العلم الفلسطيني ردا على العلم اللي حطته بريطانيا وقتها، اللي هو الاحمر وفي علم بريطانيا ودائره بيضاء مكتوب فيها فلسطين. فاقترحوا علم فيه خمس الوان من ضمنهم الاربعه تبعون العلم الحالي. شو اللون الخامس؟ الاصفر. الايش؟ الاصفر. اللون الازرق. لا بني. بني والله اعلم. اللون الاصفر. زهري. طب شو يعني؟ يعني اجاوبك انا؟ تعطيني جايزه جاوبتك. في سؤال ثاني؟ لا هذا السؤال الاول، هلا بعدين بنجاوب. لا انا بعرف انه اربعه مش خمسه. اربعه هلا كانوا خمسه. برتقاني. اورنج. الاورنج. شو كيف اورنج؟ شو اورنج؟ بدهم يحطوا بالعلم اورنج؟ عشان كان زمان فلسطين بشوف البرتقان في بيارات يافا، كانوا يصدروا برتقان لجميع دول العالم. بعتقد برتقالي. برتقالي. ليش يعني برتقالي. نسبة للخضار فلسطين برتقال ليافا. برتقالي. تتوقع صح ولا غلط الجواب؟ والله العليم انه صح يعني. ليش مستح من الكاميرا انت؟ ليش مستح من الكاميرا انت؟ كيف تعرف هاي المعلومة بتهرب يا زلمة؟ في حد هون يصفك يزغرت ولا فيش ولا لحالك؟ انا. والله العظيم انك رائع. كانوا يبدلوا البرتقان بسيارات مرسيدس من المانيا. واشكرك على المعلومه اللي اعطيتها للناس. فعلا هو اللون البرتقالي لانه كان فلسطين مشهوره بتصدير. بالضبط. البرتقال كانوا يبدلوا فيها سيارات مرسيدس. بعرفها. حتى هذا المقترح حطوه في الصفحه الرئيسيه بجريده فلسطين سنه 1929. فشكرا على المعلومه. حبيبي تسلم. شو طبخين اليوم؟ الله اعلم. الله اعلم عشان نروح يعني. برضو على الشنص هاي. اوعى تستحي ثاني مره ان شاء الله. قول شيء للكاميرا للرؤيه، قول لهم شيء. الى الامام.